مساء النور اخ، انا غادي نكون جالسه في قهوه وغادي يجي هذا من القهوه غادي يستغل الوطنيه ما كنستغلوش انك تاهل المنتخب الوطني باش تزيد في تاريفيكاسيون ديال لا كونسوماسيون عندك في القهوه. هنا ما غاديش نلوم مول القهوه اولا، نلوم دوك الناس اللي كيمشيو وعارفين ان تزاد في التاريفيكاسيون كيجلسوا عنده. دونك سي سامبل، انا ملي غادي ندخل عند واحد زيد عليا 70 درهم مش ندخل عنده. موالفه كنشرب قهوه ب 10 درهم ولا ب 20 درهم ولا ب 15 درهم، وغدا غادي نلقى لان لاعب ليكيب ناسيونال، مع العلم ان بعض الناس راه ما عندهمش بين سبور ديال القهوه، عندهم بين سبور ديال الدار وغادي يزيد عليك 70 درهم. دونك انا اللي كنتحمل المسؤوليه ماشي هو، انا حيت هو ماشي ما خرجش للزنقه، هو زاد خدا لينيسياتيف انه يزيد في ديك الوقيته، ولكن هو راه ما خرجش للزنقه، جاكلك جرك وقالك اجي دخل عندي. انا بحال معظم الناس اللي غادي يلقاه زاد عنده ما ندخلش عنده، سي سامبل، ونخلي له القهوه خاويه وعطى الله القهوه اللي خلاو لا ميم طاريفيكاسيون اللي كاينه. دونك انا كنكلم دوك الناس. شوف في الزيادات او في اي حاجه راه الشعب اللي مولوم، ماشي 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 الحكومه. الحكومه ملي كتزيد عليك راه غادي نمشي ندير المقاطعه لذاك الشيء ما ناخذوش، خلي تيخماج ولا تيخسر ويتلاح في الزبل، علاش غنمشي ناخذو؟ جو نو سوي با بحال دابا دانون اللي تزاد فيه جوج دراهم ونص، واش انا جو سوي اوبليجي ناكل دانون اللي ما كليتوش الموس؟ ما ناخذوش خليه يخسر، الحليب زادوا فيه خليه يخسر ومن بعد. دونك راه حنا حتى حنا كنتحملوا مسؤوليه كبيره فيما يجري. انا مول القهوه غادي يزيد 10 دراهم على واحد وهو غادي فرحان داخل عنده، علاش غندافع عليه انا؟ انت اللي باغي داك الشيء. دونك سير الله يسهل عليك، خلص 70 درهم وجلس وسكت، هي ما تخرجش من بعد وتفر علينا راسنا في فيسبوك حكا غلاء الهادي وهذا، كنت الاول اللي كتمشي تكونسومي داك الشيء. من صوفيا، بالنسبة للمراقبة، بالنسبة للجان المختصة بالرقابة، واش ما عندهاش علم بهذا الشيء هذا؟ واش ما عندهاش دخل في هذا الشيء هذا؟ واش التصنيف ديال المقاهي ما كيحددش حتى الأثمنة ديال المشروبات؟ واش عندنا بعدا لجان؟ ما عرفتش واش كاينه لجان ديال المراقبة ولا حيت هذا السؤال، لأن إذا كانت كتحسب وكتحط هاد المشاكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما كيوصلهم صدى هاد الشيء، داكوغ، ولكن اليوم السؤال المطروح واش كاينين؟ واش هما على علم بهاد الشيء ومخلين هاد الناس يديروا هاد الشيء؟ التفعيل ديال هاد اللجان واش مفعله او ما مفعلاش؟ هذا هو السؤال المطروح. وإذا كانت مفعله وجب الخروج، لانه هادي ماشي حتى يكون عندنا شي ماتش ديال ليكيب ناسيونال والناس فرحانه وغادي نزيدوا عليهم أن غادي نزيدوا في هاد القهاوي هادو باش 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 حنا يكون عندنا داك الربح. دونك سي با بوسيبل، خاص اللجان تفعل، وخاص كذلك حتى ديك الجمعيات ديال لي كونسوماتور حتى هي خاصها تدخل على الخط. حمايه المستهلك فين هي؟ ما انا لحد الساعه دابا كاينين مالي الحوانت، انا نمشي معاك ابعد، مالي لي بولونجري، كل بولونجري كتزيد الخبز كيف ما بغى كيف ما بغى. لكن واحد لا بولونجري اكس عندهم في القهوه في باردون في الخبز كيبيع 4 درهم الخبزه. فين هي لجنه المراقبه ولا لجنه المستهلك؟ ربما فيها شي ميزه اخرى هذيك الخبزه على ما على 4 دراهم. وكاينه عندنا في الوفاء بولونجري كتبيع الخبز ديال السميده ب 4 دراهم والخبز ديال القمح ب 4 دراهم. دونك كان واحد الوقيته راه وقفوا ما بقاوش الناس كيشريو ما عندو، سي سامبل، خليو الخبز تيخسر. يعني الا غلات نتركها. بيان سور الا غلات. واش دابا انت تو اوبليجي تمشي تدخل ديك القهوه ب 50 درهم باش تفرج؟ لا. تو ني با اوبليجي. واش شي واحد شدك السي دريس قال لك دخل صحه؟ لا، ولكن جو سوي اوبليجي باش نديكلاري للهيئات او للجان المكلفه. راه الناس غير متضرره اخويا، الناس اللي كتدخل ب 50 درهم كتخلصها وهي فرحانه. شنو بغيتي دير لها انت؟ واش انت باغ اكزومبل 10 ديال الناس ولا 20 ديال الناس دخلوا وخلصوا ذاك المونطون ديال 50 درهم، واش بوحدك انت اللي غتهضر؟ وانت ما مخلصهاش؟ هادوك الناس حتى هما كيساهموا في هذا الشيء. واخا تخرج اللجنه المكلفه بالاسعار وهذا وتشوف واحد عنده الرغبه انه يدخل يخلص ديك 50 درهم. لا، والغريب في الامر صوفيا وهو ان حتى هاد الناس ديال اصحاب المقاهي يعني في وسائل التواصل الاجتماعي في كلشي دايرين اعلانات، يعني هذاك الشيء حديث ولا حرج ولا عينك بنعدي. وعادي وكلشي عاجبو الحال وكلشي كيبارطاجي وما كاينش مشكل. ومنين تخرج انت تدوي يقول لك حقه هذيك الحاس الكابو وتدوي معاه حتى. ولا يدخلوك في ابتزاز بالعاني كيديروا تشوشي في التزلوق. شكون انا ما كنمشيش اخويا، انا كنشرب قهوه في الوفا باقي. شوف 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 اولا تحيه لارباب المقاهي ديال حي الوفا فين كنسكن، لانهم كاملين حطوا دي بين سبور ديال القهوه وكاملين خلاو لا طاريفيكاسيون ديال 10 درهم القهوه. ما زادوش حتى درهم. النهار اللي واحد حاول يزيد 2 درهم لا ما دخل عنده حتى واحد تحيده. رجع الصواب ديالو خلا قهوه ب 10 درهم. سي سام. دونك حتى دابا منين بدات ليكيب ناسيونال ولا كاليفيكاسيون داك الشيء وعمرك داك السيد ما زاد حتى درهم. دونك سالينا. هاد الزيادات كيجرنا على الحديث على الضريبه تي في، يعني هاد الناس هادو زيدين زياده محال كيخلصوا الضريبه على ديك الزياده. اين هما اللجان ديال الجماعات المحمديه او
الشرطه الاداريه ديال المدينه ديال مدينه محمديه باش تحرر مخالفه لهاد الناس هادو، باش على الاقل تجي التيفيه غاليه باش يعرف بانه راه دار واحد الخطا. السؤال واش عندنا جماعه المحمديه؟ نسولو واش عندنا الشرطه الاداريه؟ اين الجماعه؟ عاد ندوي على الشرطه. يلا دوي لي انت الباركينغ اللي وصل 300 مليون، دوي لي على سوق الرحب هذا سوق الجمله اللي وصل 100 مليون. دابا انت بنظرك حنا ندوزو الباركينغ ب 300 مليون، شحال خاصك تخلص طوموبيلتك حتى تحطها؟ شحال الباركينغ؟ بلاتي لا، شحال غادي تحط طوموبيلتك؟ تولي تحطها ب 10 درهم ولا ما خلصتهاش تخلى لك دارك؟ ها؟ هذه اولا. ثانيا واش حنا عندنا شوارع بعدا كتحمل الوجه باش نكريو لي باركينغ؟ لا خص يكون عندنا لي باركينغ بلي نورم ديال لي باركينغ. بلاتي حنا نمشيو انا وياك قبل ما عندناش لي نورم ديال باركينغ، حنا كرينا واخا انا اللي كنخلص واحد الضريبه ديال باغ اكزومبل 700 درهم ولا 3000 درهم ولا 1500 درهم، واش هادو شوارع اديكوات لديك الضريبه اللي كنخلص؟ لا. سؤال ثاني، منين هاد السيد غادي ياخذ الصفقه؟ داكوغ، بشحال غادي يولي هو يكريها؟ بشحال غيولي الناس يخلصوا؟ حتى هو غادي يغلي. لا ماشي غادي يغلي، غادي تولي الا كنتي كضرب مره في النهار تولي كضرب 560 مره في النهار. منين غادي تولي توقف حدا بولونج غير باش تشري الخبزه بجوج درهم ونص وتخرج تخلص 10 درهم من الباركينغ، هي شحال؟ يعني غادي تولي الا ما خلصتيهاش تولي كل مره معيط للبوليس. تولي خبزه كتسوالك 15 درهم. ويعني باش غادي توقف مع القانون وكذا غادي تضيع بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الصداعات. ومني ولينا كنسمعوا ان الكليات دابا الكليه قالت لك هي داخله في مشروع الكراء ديال الباركينغ، دابا الكليه الناس كيمشيو يقراو ولا يمشيو يخلصوا في الباركينغ؟ وطلبه هذوك الطلبه يقول لك حق الطالب واش عنده طوموبيل؟ كاينين الناس اللي عندهم طوموبيلات مسكين عليهم ولكن سون سا كاين اللي مسكين داير طوموبيل غير تفاديا للزحام ديال الطوبيسات، دونك ني با سونسي يخلص لك واحد لوطو، دونك يجب اعاده النظر في بزاف ديال الحوايج، لان كنا كنتمناو انه يكون المجلس الجماعي يغير المجالس اللي كانت على قبل، ولكن اليوم كنشوفوا انه الحرفيين كياكلوا العصا، المواطن كياكل العصا، المدينه رجعات واحد 70,000 عام اللور. مقربة حنا قربنا غادي كملنا سنة ونصف وما كاين حتى إنجاز جماعي، ونطالب أنه بما أن هناك حرية تعبير كذلك وأن حق الولوج إلى المعلومة، من حقنا نعرفوا فلوس ديال الجماعة فين مشات، وعلى رأسهم لي بوند كوموند ولي مارش اللي دازوا، من حق المواطنين أنهم يعرفوهم. كنسمعوا بكلمة الفائض ولكن على الأوراق ما كيبانيناش. دابا أنا بغيت غير نعرف الناس ملي كتجي شوف رسالة للنواب والمستشارين والسيد الرئيس، أنتم ماشي معينين بدستور بظاهر شريف، أنتم مصوت عليكم الساكنة، دونك أوجوردي أنتم توتيرونا واحد الساكنة صوتات عليكم، وعاوتاني غادي نعيب على بعض الساكنة اللي باعت صوتها ب 200 درهم، دونك اليوم حنا كنخلصوا الضريبة ديال الناس اللي باعت صوتها، لأن كيف ما قلتها في واحد لا فيديو حنا عندنا واحد المجلس على قدنا، حيت حنا اللي صوتنا عليه، دونك أون أسيوم لي ريسبونسابيليتي ديال هادشي اللي صوتنا عليه، لأنه اليوم الكل يتحمل المسؤولية، الشارع الفضالي، المجتمع المدني شبه غائب، كنشوفهم حتى ملي كيبغيو ياخذوا المنح. السياسيين اللي محطوطين الكل يتحمل المسؤوليه كل واحد من بلاصتو. دابا بيناتنا فين دار داكشي؟ ودابا سؤال فين هما البرلمانيين؟ ما كاينينش. ما فين واحد 10 سنين ما شفتوش. واكثر. جيت نسول واحد السؤال هو يتخلع ذاك النهار، بغيت نسولو هرب، هو قال لي لا باقي كاع ما سولته. باقي كاع ما سولته، قال لي لا. يلا هذا غادي تفتح باب معاه باب الحوار وغادي يمشي يطرح سؤال في البرلمان كيخص. ما كتبقاش عارف واش تحفظ ولا خوف. انا يلا قلت له سلام، قال لي لا. باقي ما طرحش السؤال شنو هو. تبدل عندهم تحيه ديال السلام ولا عندهم لا. لا لا دونك ما كاينش، شوف ما حنا ما عندناش، وباقي كنقول عندنا برلمانيين وعندنا جماعه على قدنا. دونك الله يدير اللي فات ويجي الخير. رساله للجماعه. اما شوف انا ما عنديش رساله للجماعه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شوف لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال لك الساكت على الحق شيطان اخرس. وفي الاخر سؤال دوك الناس اللي مشاو داروا صلاه الجنازه، ما جاش الوقت انكم ديروا صلاه الجنازه على جماعه المحمديه؟ هذا انا معاهم طريق، انا ما قلتش النساء ما كتصليش ديال صلاه الجماعه، انا كنت واقفه كنصور. دونك جا الوقت انكم عوض اننا نبداو نضربوا على المنح. داكوغ، اللي باغي منحه باش يشري طوموبيل، واللي باغي منحه باش يشري دار، واللي باغي منحه باش غنزقلو ما عطاوش منحه باش يمشيو لقطر. لا والله هادشي راه يدمي الخاطر، لان بزاف ديال الفلاسفه كيطلعوا كتشوفهم يلبسون ثوب الملائكه
هما راه كينساو ان راه فوق منهم الله سبحانه وتعالى كيعرف قيميه النفاق والخداع اللي عندهم لداخل. دونك طهروا انفسكم قبل ما تمثلوا علينا الملائكه وهذا، فهمتيني؟ دونك رساله للجماعات المحمديه، جاء الوقت لاخراج هذه المدينه لانها ما بقاش داخل دابا في الانعاش، دابا غادي نبقى لها شويه غادي ندفنوها. وشكرا.